السلام عليكم. تعتبر طيور الجولدن فينش من الطيور الأكثر صعوبة في التفريخ، فغالبا ما يواجه المربي العديد من المشاكل في أي مرحلة كانت، فبعض الأزواج يمكن ألا تتفاهم فيما بينها فلا تنتج، فيظل الزوج في القفص لمدة طويلة دون إنتاج. في هذه الحالة يجب التدخل وتغيير أحد الطائرين بطائر آخر حتى يجد الذكر أو الأنثى الطائر المناسب لهم. في المرحلة بعد التوالف، حتى إن بدأ الزوج بوضع البيض، يمكن أن يواجه كمشكل وهو عدم حضانة البيض أو نشوء عراك أو شجار بين الزوج. في هذه الحالة يجب أن نقوم بنقل البيض لزوج حاضن آخر أو لطيور البنغالي فينش أو ما يسمى بالإنجليزية فوستر بارنتس، أي الآباء المتبنيين للبيض. لماذا البنغالي فينش؟ البنغالي فينش من النوع الحنون، وهو الذي يقوم برعاية فراخ كل الطيور حتى إن كانت من الفصائل المختلفة. أيضا هناك مشكل آخر يمكنك أن يواجهك بعد حضانة البيض وفقس الفراخ، وهي عدم تأكيل الفراخ. في هذه الحالة ستموت الفراخ جوعا رغم فقسها وعناية الزوج بحضانة البيض. في هذه الحالة أيضا يجب نقل الفراخ لأزواج متبنية لهم حتى يقوموا بتأكيلهم على أحسن وجه. كمثال هذا الزوج، كان هناك توالف ممتاز بينهم، لكن بمجرد البدء في حضانة البيض بعد 3 أيام نشأ عراك بين الزوج، والأنثى بدأت تلاحق وتهاجم الذكر لسبب مجهول. لذلك دائما يجب مراقبة أزواجك ومعرفة الأسباب العراك، وأيضا معرفة الخلل من أين بدأ، وحتى تتدخل بسرعة حتى لا تكون هناك أي خسائر جسدية أو نفسية عند الطيور، أو حتى تقوم بتكسير البيض أو قتل الفراخ أو رميهم من العش. هناك كما تشاهدون الأنثى تقوم بتعنيف الذكر بشكل كبير ولا تتركه يدخل للعش. هاي هنا سنقوم بإيقافها وسنقوم بالفصل بين الذكر والأنثى. نتركهم على هذه الحالة لمدة 2 أسبوع تقريبا، ويمكن إضافة العازل البلاستيكي أحسن حتى لا يستطيع رؤية بعضهما، حتى تشتاق الأنثى للذكر. فعند إعادة الزوج لبعضهما ولم ينجح ذلك وظلت الأنثى تتشاجر مع الذكر، يجب تغيير الأنثى بأنثى أخرى والذكر بذكر آخر حتى يجد الزوج الجديد زوج مناسب لهم. ثم نقوم بإزالة البيض الموجود عند الزوج ونقوم بنقله لعش آخر، بحيث سنقوم بنقل هذا العش ووضعه عند زوج البنغالي فينش. ستتساءلون لماذا بالضبط زوج البنغالي فينش؟ طيور البنغالي فينش من النوع الحنون جدا، وهو الممتاز والمناسب في حالات نقل البيض أو الفراخ لهم، بحيث عندما سنقوم بنقل البيض للزوج سيقوم بحضانته بشكل ممتاز دون مشاكل، دون تكسير البيض أو رمي الفراخ. وحتى إن كانت هناك فراخ فقط، فيمكن أن يبدأ الزوج بتأكيلهم بشكل عادي كأنها فراخهم الخاصة بهم.
هناك بعض المربون يستعملون الزبرافينش أو الجاوة، لكن هذه الطيور من النوعية الغير المناسبة، فغالبا ما ستتسبب في مشاكل مثل كسر البيض أو قتل الفراخ أو رميهم من العش، لأنها من النوع الحساس جدا. مقارنة مع طيور بنغالي فينش فهي لا تواجه أي مشاكل في ذلك، وليست عنصرية تجاه الفراخ التي ليست من نسلها أو البيض التي لم تضعه بنفسها. ما قمت به هنا هو أنني وضعت العش مزيف أو عش غير مخصب للأنثى، ثم قمت بإعادته لها حتى أرى إن كانت ستكمل حضانة البيض أم لا. إذا عادت لحضانة البيض سوف أعيد البيض الخاص بها حتى تكمل حضانته، لكن إذا لم تدخل للعش وتكمل حضانة فسيكون البيض قد سبق وضعه هنا لزوج البنغالي فينش، وسيكونون قد بدأوا بحضانته. لذلك سنتجنب برود البيض أو عدم حضانته من الزوج. كما تشاهدون هنا، مباشرة بعد وضع البيض بدأ الزوج يستكشف العش، وهذا زوج بنغالي فينش. ويمكن أيضا في كل حالة استعمال أنثتين أو ذكرين أو ذكر وأنثى، فلا مشكلة في ذلك. المهم أن يكون في القفص الوالدين المتبنيين طائرين على الأقل. في هذه الحالة سوف يساعدان بعضهما ولن يكون الأمر صعبا عليهما. في اللحظات الأولى تردد الزوج على العش ولم يدخل في مباشرة إليه، لكن بعد لحظات دخل الزوج إليه وبدأ الزوج في حضانة البيض والاشتراك في ذلك، وهو ما يميز طيور بنغالي فينش. ولذلك دائما ما ينصح بتوفر المربين على زوج من البنغالي فينش على الأقل.